مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى دكتور عبد القادر محمد. أهلا بكم دكتور عبد القادر. بداية، وزعتم منحا مالية على عائلات في مخيمات الحبانية في محافظة الأنبار، لو تطلعنا أكثر على هذه الحملة وتفاصيلها. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التي اعتادت المنظمة على تقديمها ل النازحين، العائلات النازحة في هذه المخيمات ولا سيما في محافظة الأنبار، في مخيمات العمرية والحبانية، وهذه الأخيرة كانت في مخيمات الحبانية في المدينة السياحية الذي يضم هذا المخيم أكثر من 600 عائلة ما زالت موجودة في الخيام في هذا المجمع للنازحين. هذه الحملة تضمنت توزيع المنح المالية على هذه العائلات، ونحن المنظمة حقيقة اعتادت أن تتواصل معهم باستمرار والوقوف على حاجاتهم وبشكل مستمر، والحمد لله كانت هذه يعني شهادة من هؤلاء النازحين موجودين في هذه المخيمات على تواصل المنظمة معهم بشكل مستمر. دكتور، هذه ليست الحملة الأولى لكم على هذه المخيمات، ما سبب تكرار هذه الحملات على هذه المخيمات؟ بالتأكيد هو الوضع الإنساني الصعب الذي يمرون به هذه العائلات الموجودة في هذه المخيمات، كما استمعنا إلى شهاداتهم لا تصل إليهم المنظمات الإنسانية، وهناك نقص كبير في المواد الغذائية وما يحتاجونه من رعاية وخدمة، وبالتالي يعني كانت منظمة أم القرى هي حاضرة بشكل مستمر، واحنا نتواصل مع الإدارة إدارة هذه المخيمات لنقف على حاجتهم، وهم يعني يشكون من هذا النقص بشكل يعني كما سمعتم في التقرير. ألا يوجد دعم حكومي لهم؟ هناك يعني دعم لا يبقى إلى مستوى المأساة التي يمرونها، ومع هذه الأزمة المستدامة يعني صار هناك ضعف في الدعم الحكومي بحسب شهادات هؤلاء العائلات، فيعني هناك نقص موجود، يعني هناك دعم لكن لا يرتقي إلى مستوى، هناك يقدمون لهم بعض الحصص التمويلية الشهرية، ولكن كما تعلم هذه عوائل بأطفال ونساء ومرضى ومسنين وذوي احتياجات خاصة بحاجة إلى مزيد من الرعاية. هذه الخيام نفس الخيام الماء الصالح للشرب لا تكاد تجد الماء الصالح للشرب إلا بشكل قليل، مع قساوة الظروف المناخية والبرد هنا بحاجة إلى نفط، بحاجة إلى وسائل التدفئة، يعني هناك أمور كثيرة بالحقيقة من يقف عليها ويستمع إليها يعني يهوله هذا الموقف أو الحال الصعب الذي يمرون به بسبب هذه المعاناة المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.